اسمي أيها محمد زنيقة من سوريا درعا مصر الشام. جيت لهون صلي هون شي سنة واحدة سنة. أكتر شي عجبني بلبنان إنه هيدا المركز، لأنه إنه عم كل شي عم بيشوفوه فينا عم بيحاولوا حققنا إياه. فرحانين كرمال هيدا المركز، يعني لولا هيدا المركز كانت الحياة كلها هيك مش منيحة أبدا. زمان حاب أكون أعرف أغني راب. إجا الأستاذ عليهم بيقول لي إنه الأستاذ هاني حيجي علمك أغنية راب أنت ولا رفقاتك. شو هي القافية؟ مين بيعرف شو هي القافية؟ أبزرد، فأبزرد لازم يقلنا شو هي القافية. كلهم بيعرفوا. قلنا شو هي، معلش أنا ما بعرف نسيت. أستاذ لو حرف واحد أستاذ تكون قافية، أستاذ مو مهم تكون حرف. العمل معهم ما كان راب عربي، كان تحريض على الكتابة بس عن طريق الراب العربي. الهدف الأساسي والأول إنه يشوفوا إنه في حياة برات هذا المخيم وبرا الأبنية البشعة. أنت فيك بقلب محيطك اللي أنت موجود فيه واللي هو هلأ مفروض عليك أنك أنت تغير بال 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 بالإمكانات اللي هي متاحة لإلك، وهون الإمكانات المتاحة هي الورقة والقلم والصوت العالي. رحت إنه ألفت أغنية أنا وزملائي ورجعنا على الأستاذ هاني وحبها كتير. الناس بالخيم ولاد بردانين بدهم رغيف خبز على الفطور جوعانين، كانوا ببيوتهم فرحانين فجأة بلبنان صاروا لاجئين بالشوارع ماشيين بالهوايا نايمين عم بدوروا على بيوت مثل المساكين. شو؟ أنا بتضايق هيدي المواضيع انه شو عم بصير مع العالم ومع انه ما عم بتلاقي بيوت وهيك، فعم فيش خلقي بالكتابه لانه ما فيني اعمل شيء، عم بكتب كتابه وعم طلع اللي بقلبي. يلا 1 2 3 اللي صار صار، اللي صار صار، نحن اولاد صغار وراح نكبر. انا عندي امنيه واحده بس مش اكثر، أمنيتي الوحيدة إنه أرجع على سوريا وشوف البلد مثل ما كان، إنه نقعد مثل ما كانت، أرجع على سوريا وشوف وطني بعده مثل ما هو.